بتعيينك شريك في الشركة. الراتب المبدئي 500,000 ونسبة من الأرباح. أكيد ما هيك رح تنبسط بهالخبر. لا تقلقي مدام، أكيد أنا رح أتصرف. شوريا بيكون زوجها لمهك، أكيد بدها تحاول تتصل فيه. عمل حسابك، ما تخليها توصل له أبداً. عم تفهمني؟ أنجلي ليكي، لا تفكري بالموضوع. شوريا ما رح يكون عنده وقت يحكي مع حدا، رح خليه ضل مشغول على طول. ماشي، ما رح أرحمك. مهك بوعدك إني رح أعمل لك مشاكل وخليك تتمني الموت. وراكي يعني وراكي. وقف، دخلتي علي صار لي ساعة ما بقدرش. كثير بتعب عشان أنا لازم أتصل مع شوريا. أهلين مهك. مهك مرحبا شوريا. ألو شوريا. مهك استني دقيقة، عنا اجتماع من خلال اتصال هاتفي. ايه بعتذر مهك، عندي اجتماع مهم. بحاكيكي بعدين، باي. لحظة شوي شوريا. تفضل تفضل. هلأ شو بدي ساوي؟ وكيف بدي شوفه؟ وكيف بدي قله شو ناوية تعمل أنجلي؟ وقف وقف أخي، خدني على فاسانت كونغ. خطر لي فكرة، هذا الفيديو ممكن ابعته لشوريا وعلى الأقل في يشوفه. أنا بتمنى أنه يشوف شوريا بأسرع وقت ممكن. لازم أفضحها لأنجلي قدام خالتي قبل ما تروح وتحكي لها. عندي اقتراح، نعمل خطة من 4 مراحل. رح نفتح 3 محلات وجبات الشهر الجاي، وخلال 6 شهور بتكون فروعنا بكل دلهي. شكرا. بهي الطريقة رح نحقق انتشار ونشوف ردة فعل استاذ. الناس سيد راهول، رح نبلش بجنوب دلهي. ماشي تمام. والمرحلة الثانية منركز على شمال دلهي. ماشي. المرحلة الثالثة رح تكون بشرق دلهي، وبآخر مرحلة منكون غطينا كل المنطقة. لحظة، خذ هالملف. واقف. مو معقول، شكله عرف شو عملنا.